بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في مصر، بات أعضاؤها يعيشون الآن في الخوف من الوشاية أو التوقيف. إبراهيم يوافق على لقاء الصحافة، ولكن بشرط أن يتحدث باسم مستعار. محاولات إن هم يحاولوا إن هم يعملوا انقسام بين المجتمع عن طريق القرارات التعسفية أو القرارات المبالغ فيها، اللي هي زي إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، مش عارف اللي يبلغ عن جاره يحصل له كذا. اللي وتؤكد شيماء أن مشكلات أسرتها بدأت عندما طردوا من الشقة التابعة لعمل والدها، وهو أحد كوادر الإخوان المسلمين، وتضيف أنها انتقلت منذ ذلك الوقت للإقامة في القاهرة، ولا تعود إلا نادراً لزيارة أسرتها. فأنا منتظرة في أي وقت أو التاني يجيلي استدعاء من المحكمة، عشان كده مش بظهر كتير، مش بعرف ناس كتير أنا مكاني فين، عشان محدش يعني مش عارفة، يعني تحسيهم إنهم ما عندهمش إشكالية إنهم يعملوا أي حاجة. مش هنسكت تاني. وبعد إعلان الجماعة منظمة إرهابية، أصبح قادتها يحاكمون بتهم يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، كما أن حيازة مطبوعاتهم يمكن أن تؤدي إلى عقوبة بالسجن 5 سنوات.